صرخاتها لخصت معاناة شعب بأكمله عاش الاستبداد والظلم والقهر لسنوات عديدة. توسطت هذه المرأة العجوز المتظاهرين الشباب دفعة بهم نحو الثورة والغضب وعدم الصمت أمام الظروف السيئة التي يعيشونها، الظروف التي تضاعفت مع مضي الوقت دون أي التفات من مسؤولي المنطقة الغربية. يعايش المواطن الليبي اليوم حياة ضنكة، تفاصيلها انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وتأخر صرف الرواتب، ونقص السيولة النقدية بالمصارف، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ناهيك عن انعدام الاستقرار الأمني والقلق المتواصل الذي يعيشه المواطن تحت هذه الظروف. كلمة بنت الموت، ضيعونا، ضعونا، ضعوا بلادنا، ضعوا بلادنا. من يتفحص لغة جسدها ونبرة صوتها يدرك حينها ما تعنيه هذه المرأة المطالبة بحقها الذي صرفته حكومة السراج لاستجلاب المرتزقة والعتاد العسكري من الخارج. يا شعب فيك، يا شعب الفرق في بلادكم، الله أكبر، يا شعب في بلادكم، الله أكبر. ضيعوا الشباب اللي ماتوا في الحرب واللي ماتوا في البحر، لا نريد الحياة بل نريد الوقوف في الساحات كل يوم، نطالب وننازع المتسلقين والمتشدقين والمستفيدين من موت الشباب الليبي في الحرب والبحر. عباراتها كافية لأن يعلم الجميع ماذا يريد هذا الشعب دون فلسفات سياسية ومنهجيات استعمارية واستغلالية أخرى. فاليوم من يريد النظرة لمطلب الليبيين الحقيقي فلينظر لهذا الغضب. الموت موت وحدة تصف الحياة، ما عاش نبو حياة، قاتلوا يا شعب، ما عاش تصفتوا كل يوم في الميدان، قاتلوا عقبار وصغار. نيابة عن كامل البلاد نادت هذه السيدة الليبية بصوت تخللته حرقة الوطن، نادت بالاستفاقة والإفاقة والانتفاضة والكف عن السكوت والرضوخ للساسة المخادعين والمتشبثين بالسلطة.